نشرت مواقع صحفية منذ القليل أن البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك وصل بالفعل لمطار القاهرة، وهو الذي سيخلف فيريرا في تدريب النادي الزمالك. هو وصل منذ قليل كما نشاهد في هذه الصور، وصل منذ قليل لمطار القاهرة وهو في طريقه أنه يعمل مقابلة مع رئيس نادي الزمالك، من خلالها يتم الاتفاق على تفاصيل وبنود العقد الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله كاملة في مؤتمر صحفي سيتم عقده يوم السبت القادم. طبعا نتمنى حظ جيد لفريق نادي الزمالك مع مديره الفني الجديد ماركوس باكيتا.